هو شهر رمضان المبارك بنكهته الخاصة في البصرة جنوب العراق. ليل المدينة له صفة غالبة اعتاد البصريون على القيام بها بعد الانتهاء من الإفطار، حيث تصبح شوارع المدينة وأماكنها العامة متنفسا لا غنى عنه في أيام الشهر الفضيل. تشتهر مدينة البصرة بأنها مدينة مترابطة اجتماعيا ولها عادات وتقاليد تنبع من تراثها المعروف، وكجزء مرتبط بالخليج العربي وجزء مرتبط بالعراق. الحمد لله والشكر، احنا حاليا نتمتع بأمان. حتى اكو بعض العادات اللي كانت بالفترات الاخيره اللي هي كانت الدكات العشائريه وغيرها حاليا بدات بالانحصار. الحمد لله والشكر، الاجواء كلها جميله كلش حلوه. رمضان هذه السنه خف حتى جائحه كورونا بي، فالعوائل البصريه قاعد اشوفها بالشوارع، مولات، بالحدائق، بالمطاعم. في جوامع المدينه تقام صلاه التراويح والادعيه والمواعظ، ثم بعدها يذهب الأهالي إلى الأسواق والحدائق العامة. لكل بصري وجهته، الأمن ساهم كثيرا باستعادة البصرة وجهها المشرق. هنا الأجواء بعد الإفطار عندنا بالبصرة خصيصا يعني أجواء كلش لطيفة وجدا راقية، لأنه عوائلنا كلها تكون خارج البيت بهذا الوقت. يعني ممكن أكو عوائل تذهب للتسوق، ممكن تذهب للمولات، يعني ممكن هسه تجي هنا تقرا كتب. هذا الشيء اللي هو اجمل شيء عندنا بصراحه اللي يصير كل اسبوع. الثقافه وعمقها تملا شارع الفراهيد الادبي. هنا تقام جلسات ادبيه عن حضاره البصره وتاريخها، وعلى امتداد ما يسلكه الناس تقام ايضا حلقات عن الخط العربي، وفي نهايه الطريق ثوره معرفيه للكتاب. من البصرة شاكر عواد، العربية.